طب يا باشا ما تقنعنيش يا باشا ان هي يعني ماشيه قدامي دم التك الدم التك يا باشا، وانا ما اعملش اي اكشن يعني يا باشا. ما انا برضه بني ادم وليا احاسيسي ومشاعري يعني يا باشا. اصلا البنات ما لهمش اي ذنب في كل اللي بيحصل لهم ده، الصبيان هم اللي ياكي. ايه ياكي؟ بص، هو انا شايف ان التحرش ده جريمه ملهاش مبرر، بس برضه البنات لازم تحافظ شويه على نفسها يعني، مش كده؟ شايفك يا اللي بتحرض على التحرش، الله يسامحه اونكل عبد الله رشدي والله. اكشلي الحل بسيط جدا، بيزيكلي هنخلي اي حد عايز يعمل اي حاجه يعملها قدام الناس وبالقانون، سيمبلي هنقنن الدعارة. انا شايف ان المتحرش ده لازم يبقى عبره للمجتمع وياخد اقصى عقوبه ممكن. اقصى عقوبه ايه يا باشا اللي بتقول عليها ده؟ باشا بقول لك ماشي دم التك دم التك في ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الطب والطبويه. لو اول مره تشوفنا يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. اما بعد، فموضوعنا النهارده موضوع كتير فيه الهب وكثرت فيه الاراء وتغيرت فيه المفاهيم، والناس بقت متلخبطه ما بين السبب والمبرر وعامل الخطر. حاولت ابحث عن اصل علمي للموضوع بحيث نقف مع بعض على الاسباب العلميه الحقيقيه للتحرش، او بمعنى اصح ايه اللي بيخلي المتحرش يتحرش. لكن قبل ما اكمل حابب انوه على حاجه بسيطه، انه وارد جدا تحس في كلامي بميل تجاه راي معين اثناء الحلقه، واظن ده طبيعي بالذات في الحلقه دي، لان اغلب الابحاث والدراسات اللي انا توصلت لها اثناء البحث والتحضير للحلقه دي مش قويه بما يكفي للاعتماد عليها، او على الاقل في اسئله كتير ما قدرتش تجاوب عليها. بدايه، التحرش هو استقبال اي شخص لتعليقات او ايماءات او افعال جنسيه غير مرغوب فيها بسبب جنسه، وده وفقا لجمعيه تدريس علم النفس الامريكيه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ليه بقى في مجموعه من البشر يبانوا بالنسبه لنا طبيعيين او مش بيعانوا من اي مرض نفسي يمارسوا حاجه قميئه زي دي؟ في ورقه بحثيه نشرتها دكتور شون ميجان استاذه علم النفس في جامعه كاليفورنيا، سردت فيها النظريات المختلفه اللي بتفسر سبب التحرش أو بتحاول تفسره، وكان من ضمنها على سبيل المثال التفسير من المنظور التطوري، وده بيفترض إن الاستعداد البيولوجي للرجال للزواج والتكاثر هو اللي بيدفعهم للتحرش بالنساء، وإن ده بيكون بمثابة إرسال إشارات بتدل على الاهتمام الجنسي، لكن ده بيساء فهمه من النساء اللي مش مهتمة بالموضوع أو اللي الموضوع مش على هواها. لكن المنظور التطوري ده يفتقر للدعم البحثي والأدلة عليه قليلة، ده غير إن هو غير مقبول منطقيا. تفسير تاني من منظور اجتماعي ثقافي بيقول إن السبب هو تهميش المرأة في المجتمعات على مر العصور وسطوة الرجل، كمان تشييئ المرأة جنسيا وجعلها أداة لمتعة الرجل وفقط. وجزء من المنظور ده هو منظور القوة اللي بيفترض ان الراجل بده بيحاول يثبت سطوته وسيطرته وقوته وبيظهر استحقاقه للمكانة اللي هو فيها. ونظريات تانية كتير لكن اغلبها واضح جدا انه بايز او مدعوم من الفيمينيزم او الحركات النسوية. دراسات تانية اشارت الى ان في اربع سمات او ظروف بتميز الشخص المتحرش وبتدفعه لان هو يرتكب جريمته دي. رقم واحد، وهي ثلاث صفات مجتمعة مش صفة واحدة، حتى سموها باسم The Dark Triad أو ثلاثية الظلام، وهي النرجسية والسيكوباتية والميكافيلية. طب النرجسية والسيكوباتية دي ممكن يكون أغلبنا عارفها، طب إيه هي بقى الميكافيلية دي؟ الميكافيلية دي باختصار هي سمة شخصية أكتر منها مرض نفسي، وهو مصطلح بيوصف الشخص اللي بيعتمد على الحيل والمكائد في أي شخص في سبيل الوصول لهدفه، والمصطلح ده نسبة للسياسي الإيطالي الشهير نيكولو ميكافيلي صاحب الكتاب السياسي الشهير The Prince. رقم 2، هي الانسلاخ الاخلاقي، وهي الحالة اللي بيقرر فيها الشخص انه يتخلى عن كل القيود الاخلاقية ويبرر لنفسه كل جرائمه وفساده. رقم 3، هي البيئة او المجتمع اللي احتقار المرأة سائد فيه، او المجتمعات الذكورية زي ما بيقال. الابحاث فعلا اثبتت ان نسب التحرش بتكون اعلى في البيئات دي عن غيرها. رقم 4، هو ان الشخص ده يكون عنده سلوك عدائي تجاه المرأة اصلا، او بيشوفها اقل في الادمية، او بيتعامل على انها اداة للجنس وفقط زي ما قلت قبل كده. قبل ما اكمل حابب انوه ان الجزء الجاي ده من الحلقه مش كلام علمي، او بمعنى اصح مفيش دليل قوي بستند عليه في الكلام اللي بقوله، لكن تقدر تقول كده اني بدات افكر بصوت عالي. بدايه، اكيد احنا كلنا متفقين ان التحرش ده جريمه والمتحرش لازم يلقى اقصى عقوبه ويبقى منبوذ في المجتمع، واكيد برضو متفقين ان التبرج والسفور فعل غير اخلاقي وبيستوجب العقوبه،
وكمان مرفوض في المجتمع. لو مختلف معايا في حاجة من دول ممكن ما تكملش الفيديو. محدش فينا مش بيحب الناس تشوفه جميل، لكن التبرج واللبس غير المحتشم ده مش بيظهر الجمال بقدر ما هو بيبرز وبيظهر مفاتن جنسية. فلما البنت تظهر للناس أجزاء من مفاتنها الجنسية دي، فهي بتدي إشارة بشكل غير مباشر إنها على الأقل مختلفة عن غيرها من البنات اللي فضلوا إن هم يخفوها، وإنها قررت تبرز للناس حاجة غير مقبولة مجتمعيا على الأقل. لكن مما لا شك فيه إن البنت اللي بتبرز مفاتنها بتبقى الخيار الأسهل والأول دايما للمتحرش. أشوفكوا في حلقة تانية. لو الحلقة عجبتك أو ما عجبتكش، ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.